هنروح بقى يا جماعة لموضوع فتحناه امبارح. امبارح كنا عرضنا فيديو مأساوي عن استهتار بقى شخص كان ما هو يا جماعة السوشيال ميديا مجننة الناس. السوشيال ميديا مجننة الناس. استهتار شخص كان بيستعرض على الطريق، بس ده حقيقة كان كوميدي شوية، على الطريق السريع وهو سايق موتوسيكل اتعرف باسم أبو عيد. تعالوا افكركم الاول بجزء من اللي عرضناه في حلقه امبارح ونرجع نكمل القصه. سنوات هاي ارفع على النت. ده ازاي يا اخوي؟ مش ازاي سنه ايوه هو ده بقى. شفتوا مشهد النهايه يا جماعه؟ هو ده بقى، دي اهم حاجه انا عايزاكم تشوفوها النهارده. اهو ابو عيد اهو. انا ما اعرفش هو طلع ازاي، ولا اصلا دخل ازاي، ولا ايه اللي حصل له. والله يا جماعه انا بجد ما اعرفش هو عايش ولا مش عايش، ولا بعد الشر حصل له ايه يعني. النهارده بقى الحاج ابو عيد بعت لنا مقطع فيديو، تعالوا نسمعه ونرجع نكمل. انا ابراهيم ابو عيد، الحمد لله رب العالمين بخير وبسلامه وبصحه جيده واحمد الله واشكر فضله وربنا هو المستعان. ومتشكرين جدا للفيديو بسمع الاهتمام كبيرنا وعلى الناس اللي من حالاتي يعني والطبقه التعبانه اللي زي حالاتي بتحسسني ان لسه في خير والدنيا بخير والامان موجود يا فندم. وانا الحمد لله بصحه جيده وبخير جدا وملتزم لي لدعوات الناس الطيبه من فضل ربنا سبحانه الله وتعالى علينا وعليكم. واتمنى من الله يعني ربنا يعديها على خير. طيب احنا معانا ابو عيد على التليفون معانا يا جماعه. الو. السلام عليكم. الو يا ابو عيد. ايوه يا دكتوره. ايوه يا دكتوره. علولنا يا جماعه الصوت شويه. السلام عليكم يا ابو عيد. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ مبسوط. انت غامرت وراكب على الموتوسيكل وعامل اكروبات وعرضت يعني حياتك للخطر، والحمد لله اهم حاجه النهارده ان انت بصحه، والحمد لله بعد الشر ما حصلكش حاجه. بس احكي لي بقى ايه اللي انا شفته ده؟ ايه اللي انا شفته ده يا ابو عيد؟ والله يا فندم انت سامعني حضرتك الاول؟ سامعاك سامعاك. ممكن يا فندم انا مش عارف احسبها اصلا لان انا ندمان ان زعلان من نفسي خالص حاسس بالقله. انا زعلان خالص واتمنى ان ما فيش حد يشوفني يعمل زيي. ليه ندمان؟ طيب انت كنت مبسوط وبعدين بقيت ندمان؟ ندمان ليه؟ ندمان عشان الفيديو ده يا فندم، الفيديو ده قديم مش قريب. ده الفيديو دوت من حوالي 10 شهور تقريبا، كان ايام الحفله اللي كانت في الاسماعيليه. واديك اهو حظك انه مش انت كان نفسك ينزل وتشتهر، اديك اتشهرت اهو يا ابو عيد. لا يا فندم انا كنت طالع فرحان من الحفله، ان المصريين يعني ناس عملوا حاجه حلوه والاولاد قالوا اتصور، قلت اتصور ولعبنا شويه بالمكن ولكن القدر ينتهي. يعني انت كنت بتلعب بالمكنه يا ابو عيد؟ يعني ممكن ما ينفعش الكلام اللي كان يكذب لان الواضح مش واضح يا فندم وكل شيء واضح. انت متعود يا ابو عيد انك تعمل كده؟ يعني انت محترف في الحركه دي انك تقعد كده والمكنه ماشيه بيك؟ حوالي 15 سنه يا فندم، حوالي 15 سنه. ما شاء الله نمسك الخشب. دي حقيقة يا فندم، وكان في ناس طالعة من الشرطة بتاعة إسماعيلية يوم المنتخب المصري وصوروني وأنا شايل العلم بتاع مصر وماشي وكان الناس اللي كانت بتضحك على الفكرة. عندك كم سنة يا أبو عيد؟ عندي 50 سنة. الله يديك الصحة يا أبو عيد. ربنا يبارك فيك يا فندم وما تحرمش من السؤال اللي برضه حضرتك. الواحد بيحس إن هو لسه في بلده ووسط وطنه وفي حد بيسأل عليه برضه وفي ناس. الله يخليك. يعني معلش انا اسف والله. انت متجوز يا ابو عيد؟ والله ما فيش نصيب يا فندم وبتمنى من الله. امال مين ابو عيد؟ امال مين ابو عيد ده؟ مين عيد؟ عيد ده كان واحد يعني ولد صغير كده كان ابوه له ظروف وانا قعدت معاه شويه، فالناس قالوا ده مين؟
قلت ابني وعشان ابعد الناس عن امه يعني وكده، فطلعت عليا بعيد مجالها 30 سنه 35 سنه. والله انت راجل جدع وانت راجل جميل، والله يبارك لك مني. بس مش عايزينك بقى تخاطر بحياتك تاني، واديك اهو اتشهرت واحنا وصلنا لك، وكان عندك كسور في رجليك مش كده؟ الف سلامه عليك. الله يسلمك. الحمد لله، ايوه كان عندي كسور في رجليا والحمد لله ربنا استجاب لدعاء الناس الطيبه برضه، وربنا يبارك في اخواتي عاملين اللازم وزياده. طيب ابو عيد مش هنعمل كده تاني. لا مش هيحصل يا فندم خلاص، واتمنى ابو عيد ما حدش يعمل كده، واتمنى ما حدش يعمل كده. انا ندمان خلاص. انا بحييك على رسالتك دي يا ابو عيد وبشكرك جدا. الف شكر يا ابو عيد.